الاجواء حنا المقابله كانت مزيانه، عندنا علاقه مزيان مع الاسفي، زعما كل شيء كان مزيان. بون في لو تيران سيتي با توجور لو كا. بون يمكن المقابلات كانت تكون شويه احسن، نكون في الاول الاربيتري تاع ان بو بلو فيرم، ولكن ما كاين مشكل، سا سي دي شوز كي اريف. راضيين على النتيجه ديال التعادل؟ لا ما راضينش. باش تربحونا؟ باش كنا باغيين نربحوكم، حنا ديما باغيين نربحو، ولكن بون شكل اخر. ولكن Je pense que surtout في deuxième mi-temps في 20 دقيقة الأخرى on avait les moyens باش نربحو vu que بانو physiquement vu que SV لعبت نهار الخميس ils étaient plus fatigués donc on aurait dû normalement avoir le dessus ça n'a pas été le cas mais c'est pas grave. النتيجة كانت المقابلة كانت شوية مسدودة كما كنقولوا بحكم أن لي دو زيكيب خارجين من جوج هزائم دونك ما كانت سهلة. كانوا كيلكو زوكازيون بوت لا عند الأسفي ولا عندنا حنا سور سيرتان ترانزيسيون في لي كونتر أتاك، مي ما استغلوش بشكل جيد. كنظن أن النتيجة منصفة. شكرا.